أشرف عنده كانسر. أوه. ما قلنيش إنه عنده كانسر عشان مامته كانت عايشة. هو ما كانش عارف إن الورم ده كانسر. بس كان بيعمل كل علاج الكانسر. لما كان بيسأل الحاجات دي ليه بناخدها بالكثافة دي، إن إحنا بناخد عشان الورم ما يرجعش تاني يا أشرف ويبقى خبيث. قبل أي حاجة من فضلك وقف الفيديو دلوقتي وانزل اكتب تعليق ودعي للفنان أشرف مصلحي بالرحمة والمغفرة. ادعوا له يا جماعة من فضلكم. من ساعات قليلة أعلن وفاة الفنان أشرف مصلحي عن عمر يناهز 49 سنة بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان المخ لمدة سنتين. وبحسب كلام زوجته المخرجة منال الصيفي بنت المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، إن زوجها الفنان أشرف مصلحي لحد آخر لحظة في حياته ما كانش عارف طبيعة مرضه، وإنه كان عارف بس إنه كان عنده ورم حميد في المخ، وإن الورم اتشال بعملية جراحية، وإنه كان في العناية علشان الورم ما يرجعش مرة تانية، وإن حالته كانت مستقرة لحد آخر شهر رمضان اللي فات، لكن اتدهورت حالته، وده كان أمر متوقع من الجميع، خصوصًا للدكاترة اللي كانوا بيتابعوا حالته. وقالت منال الصيفي إن زوجها الفنان أشرف مصلحي كان عنده ورم خبيث في المخ، ورم نادر جدًا، وما كانش عارف طبيعة مرضه، لأنه لو كان عارف كانت حالته هتتدهور بسرعة. وقالت منال إن جوزها ما أخدش كيماوي بالحقن، وإنه كان بياخد كبسولات وحاجات تانية مختلفة. وكانت آخر أيام في حياة الفنان أشرف مصلحي صعبة جدا، لدرجة إنه ما كانش بيتحرك ولا بيأكل ولا يشرب. وقالت زوجته إن يتعمل له شبه عناية مركزة في البيت، لكن حالته اتدهورت بسرعة واتنقل للمستشفى، وهناك دخل العناية المركزة لحد ما فارق الحياة الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. والحد هنا يكون الفيديو خلص. إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد.